الجوال المفروض ان احنا في حوار مع مسؤول، فانت مع حضرتك بقول سؤال او تعريف بحضرتك كامل، تعريف كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي حسن عباس محمد عبد الرحيم، استاذ تغذيه الحيوان والتغذيه الكلينيكيه وعميد كليه الطب البيطري جامعه اسيوط. يعني السيره الذاتيه، انا اصلا مواليد سوهاج، ضحطة شطوره، خلصت بكالوريوس العميد الطبيه البيطريه 1987، وتعينت معيد في كليه الطب البيطري سنه 88، ثم تدرجت في الدرجات العلميه مدرس مساعد ثم مدرس فاستاذ مساعد فاستاذ في سنه 2009، وتعينت رئيس قسم في 2010 في نوفمبر 2010 حتى نوفمبر 2013، وتعينت عميد كليه في 4/2/2015. أنا زي ما قلت لك، أنا حصلت على بكالوريوس العلوم الطبية البيطرية مايو 87، ماجستير في العلوم الطبية البيطرية تغذية الحيوان والتغذية الإكليكية في سنة 94، ودكتوراه من جامعة أسيوط، دكتوراه في فلسفة بالعلوم الطبية البيطرية تغذية الحيوان والتغذية الإكليكية من جامعة الطب البيطري في فيينا سنة 1998، ثم تلقيت أستاذ مساعد في 2004، وأستاذ في نفس التخصص تغذية الحيوان والتغذية الإكليكية وأمراض سوء التغذية في 2009. السؤال، البلاد اللي حضرتك سافرت فيها وكان مناصب حضرتك هناك؟ سافرت وانا مسؤول يعني اداري ولا وانا بشكل علمي؟ طيب يعني السفريات بشكل عام، اتكلم عن السفريات بشكل عام. انا سافرت في بعثه للحصول على الدكتوراه سنه 96 او بدايه 96، ورجعت في اخر 98، وحصلت على الدكتوراه من جامعه الطب البيطري في فيينا زي ما انا قلت. في خلال السفر او في البعثه وفي الحصول على الدكتوراه سافرت اكثر من بلد طبعا في اوروبا، زي ما انتم عارفين هناك الدنيا سهله. فسافرت المانيا في جوتنجن، وسافرت باريس، وسافرت اسطنبول في تركيا، وسافرت بودابست، وسافرت سلوفاكيا اللي هي براتسلافا عاصمه سلوفاكيا. وده كان من خلال انا كنت هناك ماسك برضه، كان ليا نشاط يعني، كنت ماسك يعني المسؤول او رئيس الدارسين المصريين في فيينا. قعدت فترة حوالي سنتين كنت ماسك رئيس الدارسين المصريين، ده بيبقى يعني عبارة عن زي ما تقول رابطة بتعمل من خلال عاملها المكتب الثقافي المصري هناك، ودي احنا من خلالها كنا بنعمل أنشطة منها فيها أنشطة اجتماعية، يعني خاصة في الأعياد زي ما انتم عارفين الأعياد بره بتبقى الدنيا فيها مش، فبيبقى مثلا في العيد الكبير مثلا بنجيب حاجات ونذبح، في العيد الصغير بنعمل حاجات المصرية الكحك والكلام من ده. أنشطة اجتماعية بشكل عام، وكنا ننظم برضه رحلات داخلية ورحلات خارجية من النمسا أو من فيينا. فتقريبا احنا من النمسا حوالي 9 محافظات، احنا تقريبا زرنا كل المحافظات بتاعت النمسا، مينز وجراتس وإنسبروك وسالسبورج والنيدر استرايج والأوبر استرايج وفيينا، يعني تقريبا كل المحافظات وكلاجنفورت، كل المحافظات بتاعت النمسا زرناها داخلية، وعملنا زي ما قلت أكثر من رحلة خارجية. كان من أشهرها الرحلة اللي عملناها لإسطنبول، قعدنا 5 أيام، وزي ما قلت برضه بودابست وباريس وبراتسلافا في سلوفاكيا. لكن انا رحت المانيا في مؤتمر، يعني رحت المانيا في جوتنجن، كان في مؤتمر جمعيه التغذيه والفسيولوجيا في جوتنجن، يعني سافرت المانيا في مؤتمر مش في رحله يعني. فطبعا كانت حاجه كويسه جدا. السفر بعد كده يعني كان سفر بعد ما رجعت، طبعا كان سفر في مؤتمرات، يعني انا سافرت برضه فيينا مره ثانيه في مؤتمر، سافرت سوريا في مؤتمر، حلب يعني في حلب وحماه في 2006 و2008، يعني كان سفر بعد كده في مؤتمرات، لكن ما طلعتش اعراض، يعني اعراض بره في السعوديه او كده، ما كانش في اعراض. دكتور حسن، حضرتك قبل
تولي منصب عميد الكليه بحضرتك رئيس مجلس قسم، هل الخدمات او المهام الطلابيه اختلفت كثير من رئيس مجلس قسم العميد؟ ما فيش نسبه وتناسب خالص. يعني انا بعد انا بالظبط ليه تقريبا حوالي تقريبا 55 يوم او اقل قليل المستلم يعني منصب العميل او شغال منصب العميل، انا شخصيا اللي اتعلمته وشفته في خلال ال 55 يوم دول انا ما شفتوش، انا عندي 51 سنه ما شفتوش في ال 51 سنه اللي عدت. لا يعني الثلاث سنين بتوع رئاسه القسم لا يساووا اسبوع او مش عايز اقول يوم يعني اسبوع عشان ما ابقاش مبالغ من مكانك انت عميد كليه. زي ما انتوا شفتوا يعني انتوا تجيدوا قعدتوا مثلا 10 دقائق سمعتوا يعني، وانت لازم تتحاور وتتعامل وترد وترد صح، وكل واحد بيبقى ليه طلب شكل. وطبعا يعني انت مثلا جزء النشاط نشاط الطلبه ده يعني عايز اقول اخف واسهل حاجه يعني في كم المتطلبات الاداريه المنصب الاداري طبعا اكيد يعني ربنا يعيننا عليه ويقدرنا ان الواحد يبقى عادل فيه ويدي كل واحد حقه، لكن لا الوضع مختلف تماما. رئاسه القسم الموضوع مختلف تماما عن انك تبقى مسؤول عن الكليه بمبانيها باقسامها، فيها 15 قسم دلوقتي، فيها مستشفى بطل تعليمي، فيها زي ما قلت لك 15 قسم، فيها كذا اداره، فلا الموضوع مختلف وكل واحد بيبقى ليه طلب وللاسف هو عايزك تنفذه له، ولو ما نفذتش الطلب ده ممكن يزعل منك ما يعرفش انك انت عليك فيه التزامات قانونيه وحاجات تانية مش عايزين نتكلم فيها. يعني انا ممكن لو جاملت مثلا مصطفى يتقال مثلا 30 واحد يقول لك اشمعنى انت جاملت مصطفى، بالرغم ممكن يكون مصطفى يستاهل لانه مثلا مجتهد في شغله او بيأدي او لا. الموضوع يعني صعب جدا لكن ربنا يقدرنا يعني دعواتك لينا والله. حضرتك بتتكلم عن سيادتك في الانشطه الطلابيه والمناصب اللي حضرتك شغلتها في الانشطه الطلابيه. والله انا من ناحيه الانشطه يعني انا تملي بصراحه احب الانشطه الطلابيه، مش عشان انا قاعد دلوقتي وبتكلم عشان انا عميد كليه، لا يعني انا من ايام ما كنت معيد ومدرس مساعد وانا في الانشطه الطلابيه. يعني انا افتكر مش عارف مصطفى كان متعين ساعتها ولا لا، تقريبا في 93 او 94 انا كنت تقريبا مدرس مساعد ساعتها، طلعنا في حاجه اسمها قطار شباب الجامعات لو تسمعوا عنه. الكلام ده ساعتها كان الايام ما كان الوزير الشباب والرياضه الدكتور عبد المنعم عماره تقريبا كان هو وزير الشباب والرياضه، وكانت تعمل حاجه اسمها قطار شباب الجامعات. كانت بتيجي تقريبا من كل الجامعات المصريه، بيطلع القطار يروح الاقصر واسوان. فكنا احنا كنت انا وكان الدكتور محمود البدري في الصيدله والدكتور احمد كمال في الطب والدكتور عبد الرازق خليفه كان معانا، كنا احنا المشرفين بتوع قطار شباب الجامعات ده. رحنا قعدنا بنقعد اسبوع 4 ايام في اسوان وثلاث ايام في الاقصر او العكس. فيعني انا في دماغي طبعا يعني ناهيك ان انا كنت من ايام برضه ما كنت مدرس مساعد، كنا نطلع اللي هي مركز اعداد القاده في حلوان بشكل يعني مستمر يعني. طبعا لما سافرت ورجعت بعد ما رجعت مشيت على تقريبا برضه على نفس النهج في الانشطه، وانا يعني طول عمره اكيد انتوا حاسين بده يعني انا قريب جدا من الطلبه وبحب الانشطه بشكل كبير يعني. فكان يمكن من ايام ما كان الدكتور علامه وكيل الكليه، الكلام ده تقريبا في 2000 او 2002، وانا كنت رائد اللجنه الفنيه في الكليه قعدت فتره طويله، وبعدين بعد شويه يعني مع تعاقب في اتحاد الطلاب يعني مع تعاقب العمدة والوكلاء اساتذتنا لغايه يمكن تقريبا في 2012 او 2013 غيرت بقى من اللجنه الفنيه للجنه الاسر، مستشار لجنه الاسر قبل ما امسك عميد كليه. طبعا من خلال انك انت تبقى رائد لجنه والاستاذ مصطفى عارف بيبقى طبعا في الانشطه اللي بتتعمل بقى، يعني غالبا احنا بنعمل تقريبا كل سنه بنعمل مسرحيه وبتاخد مركز مميز يعني. معانا كان الاستاذ احمد ثابت والمجموعه اللي كانت مسؤوله ومصطفى، طب بصراحه كل المجموعه بتاعت رعايه الشباب بسم الله ما شاء الله يعني. فكنا يعني عملنا زي ما قلنا مسرحيات سكتشات فنيه كتير جدا كنا نعملها، وكانت تتعرض احيانا بتتعرض في عيد الخريجين واحيانا بتتعرض في مناسبات معينه، وكان لنا دور يمكن حتى في اسبوع شباب الجامعات اللي كان اتعمل هنا في الجامعه. فيعني كان نشاط فني كان مميز بالنسبه للكليه، وطبعا يعني بالاضافه لحاجات ثانيه نحن كنا برضو بنشارك فيها اذا كانت مثلا حاجات ثقافيه شعر قصه قصيره برضو الجواله. طبعا انا هتكلم عن الجواله زي ما انتم عارفين انه طبعا بين تبع الجواله، لكن يعني طول الفتره اللي انا خدتها يمكن بعد ما رجعت من بره وقبل ما اسافر كنت محتك بشكل كبير جدا بالطلبه وبالنشاط بحكم يعني تعييني او وجودي كرائد اللجنه،
بالاضافه ان انا بحب ده، يعني انا بحب ده من غير يعني حتى النشاط العلمي. يعني انا طلبوا مني اكثر من مره في جمعيه في 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 قلم وكتاب، اكثر من مره طلبوا مني حاجات محاضرات علميه في التخصص للسوق بره او للشغل، وعملت اكثر من محاضره معاهم وما كنتش بتاخر معاهم خالص. يعني اي نعم هم كانوا ما يدونيش حاجه في الاخر غير شهاده، لكن ما فيش مشكله، شهاده كويسه يعني. طبعا احنا عارفين الوقت حضرتك مش هيسمح بالكلام كتير عن نشاط الجوال، بس احنا عايزين فكره موجزه خالص كده عن نشاط الجوال. اي والله يعني انا طبعا يعني نشاط الجوالة يعني انا يمكن برضه ما اشتغلتش فيه بالقريب، لكن بحكم ان احنا في اتحاد الطلاب زي ما انتم عارفين تقريبا الانشطه اللي موجوده فيها ده كان نشاط اجتماعي او ثقافي او فني او قصر او جوالة، فكل ده يعني مميز. نشاط الجوالة دايما اللي انا اعرفه عنه زي ما انتم عارفين هو يعني ان مجموعه من الطلبه او الشباب بتوع الكليه او الكليات الجامعه حياة الخلاء زي ما بيقولوا، يعني انه بيعيش في الخلاء، بيعمل ما يسمى بدورات تدريبية في الخلاء. طبعا بتبقى نظام المعسكرات او الدورات الكشفية زي ما انت حسن عزيمك، بس بتبقى لها انواع. سلام تكون حضرتك عامل لازم. بتبقى لها انواع الانشطة، فيها استخدام الحبال او النيران او البلطة، في حفلات صبر، في كمان يعني داخل نشاط تقريبا نشاط الجواله بيضم تقريبا كل الانشطه الاخرى، يعني بيبقى جواها نشاط اجتماعي، بيبقى كمان جواها نشاط ثقافي، يعني ممكن بيتعمل دورات ثقافيه او يعني داخل حفله السمر نفسها نشاط فني، بيتعمل حفله مثلا فنيه، حد بيغني، حد بيقدم اوبريت، حد بيقدم سكتش فني او مسرحيه صغيره، نشاط ديني ممكن يتعمل مسابقات ونشاط ديني. وطبعا دي حاجه بصراحه محموده جدا لنشاط الجواله، ونشاط الجواله عايز حد يكون غاوي ده، يعني في ناس طبعا واخدين انتوا عارفين بيبقى هو يعني في دماغه القصه دي انه ممكن يبيت بره البيت مفيش مشكله، مش عايز اقول محدش يسال عني، يعني انا ممكن ابني ما ينفعش لان لو بات بره البيت يعني ممكن امه تخرب بيته يعني، لكن هو بيبقى طالب يعني هو بيحب ده وبيخلص فيه، وطبعا يعني لا حاجه كويسه جدا، بيعتمد على نفسه، يقدر هو كمان يطهى حاجه او يطبخ حاجه، خلينا نتكلم بالبلدي يعني. وعايزكم بقى تورونا حاجات كده يعني لما تعملوا بقى تعزمونا على دكتور حسن بعد الحاجات، عايزين نصائح موجزه للطلبه تفيدهم اثناء الدراسه. ما انا لسه هتكلم في الجزء اللي مهمه جدا، يعني نشاط حاجه ممتازه وجيده جدا، لكن الاهم من ده الامانه ان الواحد يحاول ينظم وقته، يعني يدي جزء من وقته للنشاط، وده مهم جدا ايا كان نوع النشاط، فني، اجتماعي، رياضي، ثقافي، اسر، جواله. وللامانه انا برضو بعتبر انك انت يعني مهمتك الاكبر هي الدراسه، يعني انا بقول انت في مهمه الجزء الاساسي فيها او المين بتاعها انك انت تجتهد وتخلص وتحضر محاضرات بقدر الامكان وسكاشنك وتذاكر، ده المقرر الاساسي بتاعك، زي ما بنقول حتى في اللائحه بتاعتكم بتاعت الساعات المعتمده في حاجه اسمها اساسي واختياري، الاساسي بتاعك ده، الاختيار انك انت تعمل نشاط بعد كده. يعني النشاط برضه مهم، بس ما يبقاش هو للاسف ان الطلبه بتقلب المنظومه، تخلي النشاط هو الاساس والدراسه هي اللي بعد كده، لا يعني. ولذلك انت ما تلاقيش للامانه يعني برضه انت لما فعلا النشاط بيطغى على الدراسه بتلاقي نادر انك تنجح في الاثنين، يعني انا بتكلم بالامانه. ولذلك انت مثلا تلاقي اللعيبه المشهورين كلهم مثلا في مصر تلاقيهم كلهم واخدين معهد تعاون، مش عارف كفاءه انتاجيه، معهد فن وتجاره، انا مش بعيب فيهم، بس هو صعب انه يلتزم في النشاط والتدريب وحضور التمارين ويسافر وعنده ماتشات، وفي نفس الوقت هيخش مثلا صح في فلتات في بعض الاحيان كان مش عارف واحد اسمه عادل شحاته كان في بيلعب في المقاولين، كان خريج طب اسنان، يعني في لكن مش كتير، نماذج مش كتير انك تلاقيه مثلا ايه يبقى هو متفوق جدا دراسيا او هادي خشب برضه، بس برضه من خارج اداب يعني مش حد يعني وسام حسني وسام حسني يعني انا قلت هي تبقى فرتات، لكن غالبيتهم بتبقى صعبه يعني شويه ان هو يقدر يوفق بين التمرين او بين النشاط. فبصراحه نصيحه انك انت تحاول بقدر الامكان تنظم وقتك، النشاط تأديه مش تسيبه، لكن يعني ما تغاش مثلا على الشغل الاساسي بتاعك، يعني اجتهدوا، ذاكروا، شدوا حيلكم، اتمنى ان اشوفكم في اعلى المناصب. انا هبقى سعيد جدا لما ببقى سعيد جدا لما بيقابلني اي طالب او اي خريج من الكليه
وفي مكان كويس يعني يعني بصراحه طاير. وانا انا كعميد كليه انا تحت امركم في اي وقت، لو في اي حاجه مضايقاكم او في اي مشكله ان شاء الله هنقدر نتغلب عليها ونحلها مع بعض، وبالتوفيق وكل سنه وانتم طيبين. شكرا بعد الوقت اللي اخذته من حضرتك دلوقتي، احنا بنشكر حضرتك معانا في العمليه دي. احنا دكتور حسن تعبناش خالص معانا، ده انا تحت امركم المره دي، كنتوا جيتوا فجاه كده يعني اخذتوني على ما بيقولوا على 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 حين غره. المره الجايه اتركت عشان وقت حضرتك بس. كل سنه وانتم طيبين. انا تحت امركم ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. عندي هتنشر فين؟ في القناه السابعه.